pas vulgaire du tout. Ça n'est pas vulgaire du tout. الأفكار ديالي تنخليها ليا، تنحاول نوظفها في اللوحات. عندي رؤية معينة، عندي بزاف د الحوايج اللي ما تنقدش نقولهم، لأن لو قديت نقولهم كنت نكون مثلا كاتب ولا نكون شاعر، ولكن الكلمة ما عنديش مع ما تنهضر في طبعي النيت. فالأغلبية أنا تنبغي الصمت. في اللوحات فين تتلقى الافكار ديالي، تتلقى التطلعات ديالي، تتلقى المعاناه ديالي، تتلقى بزاف د الحوايج اللي قلتهم لك، بحال اللوحه غتفقد داك القيمه ديالها، بحال وجدتك انا لواحد الحاجه باغيك تشوفها. اللي تنبعد تم العناوين، نحاول نعطي عنوان المعرض ككل، اما العناوين اللوحات ما تنبعد منهم مثلا. تخليني في العقل الحبيطه. ودا هي أجمل ما كاين في الرباط كله. لأن هنا تعلمت العومان، تما كنت لقيت أمك، هنا كنا تنجمعو لها، هي كان فايت لقيت معاها قبل في شي موسم، لكن ما كنتش باغي هي، كنت باغي صاحبتها. ولكن ملي عاود جد هنا اللقاء من تماك تلاقينا صدفة هنا في التيك، كان عندي واحد القيطون زوين، كان كله رسومات، كل شيء تيتجمع عليه. ممكن تنجمع تماك، هذاك بحال كان العنوان ديالنا، كان العنوان زعما بلا ما دير مع شي واحد البلاصة، تيجي نيشان تيشوف القيطون تي، تماك تلاقيت معاه هي هذيك. بدات العلاقة إلى يومنا. الخير اللي كنت دوزت فيها شي 4 سنين ولا 5 سنين كانت مهمة بزاف، لا من ناحية الدراسة ديالي، لا من ناحية ديال تطوير الأدوات التشكيلية. كنا في آخر كل سنة كنا تنصوبوا معرض، معرفة تحضروا له الشخصيات، المهم كنا تنتنافسوا بعضياتنا شكون اللي غادي يصاوب احسن لوحه وكذا، كان تيوفروا لنا الادوات وداك الشيء وتيخليونا نرسموا كما حتى هي كانت محطه مهمه بالنسبه لي. الخيريه عطاتني تاهي بزاف، كنت شويه قبيح تنقل، وكان الاسم البوحتوري كان في حقيقه خلق لي مشاكل كثيره. إلا كانت مشاغلتي البوحتوري كان شاعر، حتى شنو غتخرج الزبال.
واحد المره كنت صابت للبحر انا و ماشي مجموعه هابطين للبحر. هي ديك شي واحد قال لي واش تعرف شي خطاط ولا كي قلت له ما تعرف حتى شي واحد ولكن شنو بغيتي تصاوب قال لي بغيت تصاوب الواجهه ديال الحال ديالي وبغيت شي رسوم قلت له صورك انا مش. قال لي صوب لي ماكيت ونجيبها هي ديك صوبت له الماكيت عجباتو انا قصر صفيق ولاو عليا الطلبات من واحد لواحد واحد واحد هذيك باش كنت نقلب على الفلوس نزل الواقع محتوري انسان يعني ذكاء خارق ولكن ما كيبغيش يهضر بزاف على اللي كيدير وعملي اكثر ما كيتكلم وانا ترتار ولكن مسكون بهاجس الباديه ولاد الباديه معروف عليهم تاريخيين بين الناس كيحافظوا ربما ولا غالبا اكثر ما كيحافظوا ابناء المدينه اشياء يعني اللي كيبقى في العمق كيش تلقى طابلو البحتول ما فيش اللون الترابي اللون هذاك المارون غريبان قليل البحتول فكي الى حيد لا دار كاع لو كري ولا راه محاوله ديال محاوله نسيان الالم الذاتي ديالو واللون الصدى واحد المره واحد الاستاذ صديقنا رائع جدا ملفت الفتان عايد سعيد كان كتب لا اله الا الله محمد رسول الله كتب عايد سعيد على البحتولي الفترة البحتولي باش بدا البحتولي بدا كيرسم طولة نتوءات ديال الحيوط شي ذكرى ديال الطفولة الصدى كتب عايد سعيد توهج الصدى وكان رائع في هذيك التسمية هذيك سعيد سعيد دابا البحتولي كشخص ربيع اللي عطى البحتولي كشخص كاعرني البحتولي كشخص دابا الحس اللي عنده كشخص عن شي فيه شي شيء انا متاكد انا وانا تكوني تقني علمي تولي كيوقعوا لي شي احداث معاه بحال هادي دابا هادو راه ماشي عايد قديم تا ولا بحال حنا كنهضروا ما ديزير كيدير الموسيقى التصويريه غريب الامر لا اصحاب صحابي هادو اصاحبي اهو موضوع الصفحة أنا كبرت فيها اللي كنت ساكن فيها وكنت نكون تكون مسافر تنتفكر الدرب ديالنا هذيك تيبان لي نيت بحال مطراس ولكن عشت فيه وداك الشيء ما كنتش عاطيه اهتمام ما كنتش ناوي كاع نكون فنان انا كنت غير ترسم تبديت تقريبا التعليم وسكنت قدام عاوتاني نيت مدن الصافح وليت كل صباح كل عشيه تنشوفهم وداك الشيء وليت نتسرى وصناقي وليت تنكتشف الجماليه ديال دوك كيفاش ركبوهم كيفاش صابوا البيبان كيفاش شيء رائع وزياده على داك الشيء داك الصدى بقوه البروديه والشمس وكذا وهذي كاين علامة تجارية تيتمحى نص من السوق يلاه شي داك الطريف مع الصدى تيعطي شي حاجة واه تعطي واحد الجمالية ما تصورش هي ديك وليت صافي وليت مفتون بمدن هي ديك باش بديت نصاوب التخطيطات
وبديت تخطيط لي تيطلع مزيان تنصبوا له حو ساعة خدام بالمادة خدام مادام كاين المدن إذا هناك كاين الناس في وسط من دوك المدن شكون اللي كاين؟ كاين بشر هذاك البشر راه تعاني من قساوات البرودية من قساوات الحرارة راه في الصيف راه تكون عنده حمام في الشتاء راه تكون عنده سيبيريا تماك راه ماشي لأن راه عشت فيها وعرفت هي هذيك باش تنعقل في المعرض الأولاني قال لي واحد المرة جالس مع هذاك اللي مكلف بالمعرض عاود لي واحد الأستاذة جات وبقات تبكي تماك تهضر معاه وبقات قالت له تنشوف براكتنا تنشوف جيراننا تنشوف الغسيل من الشهور تنشوف بحال رغم أنا ما عشتش معاه في ذاك الدوار اللي عشت فيه ولكن يشد ذاك الشيء كله بحال راه تشوف شريط سينما ملي حددت الموضوع مدن الصفح صافي بحال بدا المعرض ملي كان المعرض تنظن اخر واحد اللي دخلت ما كنتش انا صار مشيت لقيت القاعة عامرة بمثقفين بسياسيين المهم كان معرض رائع كان عرس ماشي كان معرض بالنسبة لي كانت شي حاجة ما كنتش منتظر على كاع ما كنتش نحلم به كان يقبل رائع بزاف المهم حنا كنا الخوت كاع تقريبا كانوا تيرسموا واخا انا كنت شويه من التمييز ولكن كنا الحاجه اللي كانت زوينه هي كنا تنسخوا لوحات ديال لي متر ديال سيزان ديال كوغان ديال بيكاسو ديال رامبرانت واللي غادي يغيروا لي تقريبا الرؤيه في الاشياء داك لو نو ديال موديغلياني وكاين داك نو دي ساندوني سكالي ديال مارسيل ديشو هادو زعما بحال فتحوا لي بيبان كيفاش ندخل لهاد الميدان ونجيب شي حاجه من عندي هي هذيك اللوحه عوض ما نسخها صوبتها بالمواد وهي النيت وتقريبا بحال هاي خديت ليدي من عنده ديال داك لو كورب ديك الحركه اللي داير ديك لا فام نيت لي الونج بحال هي نيت صوبتها بالمواد وبديت نشعل فيها العافيه
وطلعت اللوحه مزيانه اخي. هذيك بقيت في هذه التجربه ديال الحريق لوكور دو لا فام نيت. وكانت صدفه حرب الخليج وكاين ترسبات ديال الصخور. ما كنت في داك لاتولي كنت لابس مع مول الدار وكنقطع لي الماء والضو وقاس. المهم باش نصاوب الضو صوبت الباتري شعلت في بولا درت اللامبا درت داير الشمع لصاق الكولا كذا وخدام في داك لوكور قاسة شوية جلات فيه لافية شي كله هذا كل شيء وحرت بقيت تلفت تي باش طفيت عيبس توسيك شي فتاغ كنت غادي نحرق الدار ونتحرق هنا ونحرق كنت غنمشي مع داك كنت غنتحرق مع داك لوكور كاع. ولكن تجربة مزيانة هي فاش كنت خديت الجائزة الأولى ديال وفا بو. ومن بعد لوكور بدا بعد شوية من المادة وليت تنصبو بالصباغة. ولكن الجسد ديما بحال في الفضاء ماشي زعما ديما في حركة يعني بحال المرأة باغي تعبر على الحرية ممكن باغي تنفجر باغي. الهدف ديالي غادي انا نستمتع ملي تنخدم تنستمتع تنتمتع بداك الشيء اللي تنصاوب و تنحس بيه تيتطور. ولكن ما تنفكرش في المتلقي بانه واش غترضي ولا ما ترضيش هذه ما تنفكرش. بالعكس انا تنبغي نصاوب شي عمل اللي يمكن تصدم المتلقي ماشي في الجرأة ديالها في بزاف الحوايج ماشي. بغيت نكون عابر سبيل على الاقل نخلي البصمه ديالي. ما بغيتش تكتب عليا وليده سنه كذا وكذا توفي رحمه الله. اذا بحال ما كنتش في هذا الوجود خصني نخلي البصمه ديالي تاني بين اللي ركنت الحاضر وانا جزء من هذا المجتمع وراه عطيتو شيء درت شي إضافة ولو تكون بسيطة. غير إضافة بسيطة راه مهم ما تكونش نكرة دايز هكذاك مشيتي عشتي كليتي شربتي نعستي كدا بصيتي بحالك لا. الأعمال دي أكيد الأعمال ديالي غتبقى حية من بعد وربما غتسوى أتمينها مع بعض.
راه توصل تقرط منا دابا تربع ماشي مشكل. وانا ما كرش في الحقيقة كل بيت في هاد البلاد السعيدة دي تكون عندهم على الأقل لوحة ولا جوج ديولي. ما كرش كل بيت كل كوخ كل قاري ما قاريش ماشي غير دوك المحظوظين هما اللي ياخذوا الأعمال ديالنا. ما كرش حتى عامة الشعب تكون عندها لوحة. ما كرش زعما هذه دي أمنية ديالي تنتمنى تتحقق. هو صعيبة صعيبة ويمكن مستحيل.